بالعافية، أنا زميلتكم نور أحمد عبيدات، بدرس هندسة اتصالات سنة تانية. هلا موضوعنا لليوم هو البولينج، اللي هو معناه التنمر. هلا احنا كتير بنشوف الناس تعرضوا للتنمر، سواء كانوا كيدز أو تين ايجرز، يعني هي كتير مشكلة بتواجه العالم، فحكينا لازم نحكي عن هذا الموضوع. فرح نحكي عن the purpose of this presentation. Bullying is a main problem that faces a lot of people all around the world. هي مشكلة بتواجه الناس حول جميع أنحاء العالم. People should be more aware of bullying and how to deal with this dangerous phenomena. هلا العالم لازم تعرف كيف تتعامل مع هاي التنمر، اللي هي مفهوم كتير خطير رح يواجه الناس. We should ask ourselves every day. Are we bullies? لازم إحنا نسأل حالنا كل يوم، هل إحنا متنمرين؟ We sometimes can be bullies without realizing by mixing between criticism and bullying. إحنا ممكن إحنا نكون متنمرين بدون ما إحنا نعرف، بحجة إنه إحنا قاعدين عم ننتقد الناس. هلا لازم في فرق كتير بين التنمر وبين النقد. هلا حكينا زي ما حكينا بالشباتر اللي قبل، لازم نحكي إن positive feedback before and after the negative one. لازم نحكي الفيدباك إنه النقد البناء قبل وبعد النقد السيء، ولازم ما يكون in front of other people، لازم ما يكون قدام الناس، ولا هيك رح يصير bullying إذا عم تتنمر على الشخص قدام الناس كلها. هلا contents اللي حتكون بالpresentation، أول إشي what is bullying، رح نعرف مفهوم التنمر. Forms of bullying، أشكال التنمر. The most category exposed to bullying، أكثر فئة بتتعرض للتنمر. Signs of bullies and who are being bullied، اللي هي علامات التنمر وهو مين بيتعرض للتنمر. Impacts and effects، التأثير. How to overcome bullying، كيف رح نتجاوز التنمر. أعطيكم العافية، معكم غيداء حفظ الله سنة ثانية هندسة حاسوب. نيجي لأول نقطة بالpresentation، what is bullying، ما هو التنمر. Bullying is the use of force and aggressive behavior to abuse or to dominate others. التنمر هو استخدام القوة أو السلوك العنيف لمضايقة أو التحكم بالآخرين. It is repeated and habitual، يعني هو معتادين على المتنمرين وبشكل متكرر بيعملوه. It's the process of frightening someone who is smaller or weaker، هي عملية تخويف شخص ما بيكون أصغر أو أضعف. It destroys the psychological and physical state of humans، اللي هو بيدمر الحالة النفسية والجسدية للبشر. Forms of bullying، اللي هي أشكال التنمر. Physical، جسدي. Verbal، فعلي. Social، اجتماعي. Cyber، إلكتروني. Some examples. First, physical. Beating، throwing objects، pulling hair and every harmful act، اللي هي الضرب، رمي الأشياء على بعض، شد الشعر، وأي تصرف مؤذي جسدي. Two, verbal. Cursing، insulting someone's look or religion or race and threatening them، اللي هي الشتم أو إهانة شخص ما بسبب منظره أو دينه أو عرقه وتهديدهم. Social، spreading rumors، destroying social bonds، مثل نشر شائعات بشكل كبير وتدمير العلاقات الاجتماعية. سايبر، آخر فترة التنمر. نعم، التنمر درج كتير آخر فترة، صح؟ بشكل كتير كبير. التنمر وبشكل مزعج بصراحة ومؤذي نفسيا، لدرجة إنه السوشيال ميديا بتحبي أو تبطلي. طبعا، واحنا جايين بالحكي هذا كمان بزيادة. صحيح. سايبر، اللي هو الإلكتروني، like blackmailing and interfering in others' privacy، اللي هي الابتزاز والتدخل في خصوصية الآخرين. هلا رح نحكي عن أكثر فئة بتتعرض للتنمر. The most category exposed to bullying. Bullying is an international phenomenon in which one third of society suffers from it. اللي هو عبارة عن هو مفهوم بتعرض لإله، واحد من ثلث من المجتمع بتتعرض لإله. But it happens to most to children and teenagers at schools.
هلا اكثر فئه بتعرض لها اللي هم التين ايجرز المراهقين والاطفال بالمدرسه. Many researchers have been made by World Health Organization among 48 countries clarified that more than 30% of kids whose age between 12 and 15 years have been bullied. هلا منظمه الصحه العالميه لما عملت الابحاث انه بينت انه طبعا ابحاثها كانت على 48 كانتري اللي مدينه واوضحت انه نسبه ب 30% من اعمار الاطفال اللي سنهم من 12 ل 15 سنه هم راح يتعرضوا للتنمر. Yearly about 45,000 suicide situations have been recorded among the world. اللي هي عنا 45 حالة انتحار سجلت من وراء التنمر. More than 160,000 children stay at home daily because of the fear of getting hurt. اللي هم عنا 160,000 طفل بضلهم بالبيت ما بحبوا يروحوا على أي مكان سواء كان الناس بتعلق على شكلهم شكل أجسامهم السكين كولر اللي هي لون البشرة وغيرها عشان هم ما بيحبوا يتعرضوا لهاي المواقف وما بصير يحكوا لا خليني بالبيت أريح لي. لنيجي على signs of bullies and who are being bullied اللي هي الإشارات اللي بتبين إنه هذول الناس متنمرين أو تعرضوا للتنمر. First signs of bullies constant need to unload anger on others اللي هي الحاجة الملحة إنهم يفرغوا غضبهم على الآخرين. They cover their insecurities by pointing out other people's weaknesses. اللي هم بيحاولوا يغطوا ضعفهم وخوفهم بالتأشير على أو بالاستفادة من ضعف الناس الثانية. Depression and personality disorder اللي هي الاضطراب الاكتئاب واضطراب الشخصية. They are being used to repetitive violence toward others. هم بيكونوا كتير متعودين إنهم يستخدموا العنف المتكرر تجاه الآخرين. Having family issues زي إنهم مشاكل عائلية زي الأطفال اللي بيعيشوا في عائلة مطلقة بيكونوا كتير متنمرين. The second thing signs of bullied people it can be classified into three forms. First emotional هي عاطفي such as frequent tears and anger, mood swings, being hesitant اللي هي الغضب والدموع السريعة تقلبات المزاج المتكررة والتردد السريع. Second, physical, such as having unexplained bruises and cuts, اللي هي إنهم يملكوا في على أجسامهم كدمات وجروح غير موضحة مثل الناس اللي بينضربوا بالمدارس وبيروحوا أو الناس اللي بيحاولوا ينتحروا. Aggressive reacts to simple physical communication, اللي هو التفاعل العنيف لتواصل الجسدي البسيط. مين يعطي مثال على هذا على هاي النقطة؟ على الفيزيكال اوكي ساين شاركوا الصبايا اعطونا انتم مثال الصبايا اللي هي على الاجريسيف رياكت تو سمبل فيزيكال كوميونيكيشن. مين عنده اي فكرة؟ اعطونا انتم اذا عندكم امثلة ما عندكم. خلص اوكي اللي هو زي مثلا لما يجي حدا بده يعانق الطفل او يسلم عليه فهو بيتذكر يعني بيتذكر تلقائيا العنف اللي صار معه فهو بصير خلص يبعده ما بده هذا الاشي يعني مجرد عناق بسيط يعني ما بيتحمله. Social such as falling back academically and being introverted اللي هو يعني تراجع مستوى الاكاديمي في المدرسة ويكون منطوي على نفسه منعزل شخصيا يعني منعزل نفسيا ما بيحكي مع حد. Impacts and effects. هلا رح نحكي عن التأثير. هلا children who are bullied suffers from anxiety, depression, low self-esteem, and loneliness. هلا أطفال اللي بتعرضوا للتنمر رح يواجهوا قلة بالنوم, الاكتئاب, قلة تقدير السلف لنفسه, والوحدة. They may suffer from long-term health problems such as رح يواجهوا مشاكل صحية بالنسبة لأطول فترة أطول من حياتهم اللي هي الهيدكس الستومك بين and poor appetite اللي هم رح يواجهوا شو اسمه رح يواجهوا الصداع ورح يواجهوا آلام بالمعدة
واللي هي قلة اللي يعني سوء التغذية راح يصير عندهم، يعني ما راح يصير عندهم أبدا شهية للأكل، أو ممكن بعض حالات راح يصير عندهم شهية كبيرة للأكل مما يؤدي إلى السمنة، بالتالي راح يؤدي إلى أمراض، راح تصير أمراض مزمنة لقدام. They also may face from long-term social problem like friendship and marriage. راح يواجهوا بالنسبة لهم مشاكل على المستوى الاجتماعي، سواء كان على مستوى الأصدقاء أو المستوى الزواج. يعني هلا أنا بدي أسألكم، يعني تفضلي دكتورة. حكت على الأشخاص اللي بتعرضوا للتنمر صح؟ يس. هلا أنا طب مثلا ممكن دكتورة لا أمبلا كمان، يعني ممكن نقدر نحكي إنهم كمان الأشخاص اللي بيتنمروا ويتعرضوا لهاي الأشياء. يعني أنا برأيي إنه الطرفين رح يتأثروا مش بس الأشخاص. طبعا طبعا دكتورة. طبعا لأنه الناس أصلا المتنمرين هم بيكونوا عايشين ببيئة غير سليمة، واللي بيتعرضوا للتنمر كمان نفس الشيء، فهم بيواجهوا الجهتين بيواجهوا مشاكل على هذا المدى. هلا زي ما حكينا دكتورة أكثر فئة تتعرض لإلها اللي هم الشيلدرن والتين ايجرز، يعني أطفال عم بيقلدوا الناس الأكبر منهم، فبالتالي هم تعرضوا للتنمر بالتالي صاروا متنمرين. صحيح. وبنظري كمان الشخص اللي بيقبل تفضلي بيقبل إنه يكون ضعيف، الطفل مثلا اللي بيتعرض للتنمر وبتأثر منه كمان هذا شخص ضعيف، يعني إنه عنده كمان مشاكل عائلية. مثلا أنا لو كنت حدا مربى على الحب وعلى على إني أدافع عن نفسي لأنه أنا مثلا أحل مشاكلي لحالي، ما رح أسمح للتنمر يأثر علي. هلا دكتورة شو ما حاولتي إنه ما يأثر عليكي، بالتالي يعني حتى شو رح ضلك تفكري بكل من حكالك إياها بموقف قدام الناس إلا ما حدا يتأثر لو كان بشكل كتير بسيط. يعني كمان أنت عندك كمان التربية البيت بتعلمك إن تكوني واثقة من نفسك حتى لو حدا صح عن حالك وخلص إنه تسكتي صح. أنا يس هلا هلا حتى هلا في كتير كورسز إنه سيلف كونفيدنس كورسز، يعني كيف تقوي تثق بنفسك عشان ما تتأثر بهاي الأشياء. أنا بنظري التنمر اللي بيأثر، يعني بيأثر على الطرفين، إنه التنمر الشخص المتنمر هو شخص مستقبله فاشل، يعني بمعنى إنه هو رح يتأثر مستقبله كتير، واللي بيقبل إنه التنمر يأثر عليه هو شخص يعني حدا ضعيف أصلاً وعنده كمان مشاكل بحياته، بالتالي ما بيكون في تقارب بالتواصل مع الناس، مع عائلته، مع أهله، مع أبوه، مع أمه، فبالتالي هو بتأثر بالتنمر وما بيفضفض لحدا. يعني أنا كنت أعرف صح. احس انه مثلا اضل احكي للشخص او للبنت او هيك، طب انت دافعي عن حالك، طب ليه ما رديتي عليها، ليه يعني بتحكي لك انه انا مثلا بهذيك اللحظه انه يعني صرت افكر انه يعني بهذيك اللحظه صرت افكر بموقف صار معي مثلا بالبيت خلاني اسقط، يعني بمعنى انه يعني الترابط العائلي كمان له علاقه بالمشاكل. صح. تمام اوكي تمام. تبعا لحكيك دكتوره هلا رح نبين اللي هو شو يعني كيف نقضي على التنمر وشو رح يكون دور الاهل في هاي النقطه. How to overcome bullying، كيف نتخطى التنمر. Raising children on religious and ethical principles from a young age، اللي هي تربيه الاطفال على معتقدات دينيه واخلاقيه صحيحه منذ الصغر. Keeping children away from violence and stressful situations، اللي هي هاي لازم تكون على الأهل إنهم يضلوا يبعدوا أطفالهم عن أي حالة فيها عنف فيها توتر، مثلاً العائلات اللي بتضل تتشاجر قدام أولادها هذا الإشي جداً خاطئ لأنه هذا بيسبب عقدة نفسية للأطفال من الصغر. Trying to create a positive climate where youth feel safe, emotionally secure, confident and connected، اللي هي محاولة خلق بيئة أو جو إيجابي حيث إنه الأطفال أو يعني العمر الشبابي الصغير يشعروا بإنهم آمنين واثقين من نفسهم مترابطين مع بعضهم البعض، يعني ما في فروق بينهم إنه هذا مش كويس هذا إيش زي هيك، يعني لازم يكونوا هيك ربيانين على إنهم يشوفوا جميع الأطفال أقرانهم ويلعبوا معهم. Spending more time talking with children and youth about bullying، اللي هي أهم نقطة من هذا البرزنتيشن إنه لازم يكون في توعية من الأهل من المعلمات من أي حدا كبير بالعمر وهو وظيفته إنه يربي، إنه ينشر الوعي عند الأطفال عن التنمر، مثلاً يخليهم يثقوا بحالهم ما يهمهم حكي الناس لأنه هذا الإشي ممكن يسبب عقدة للطفل بس يكبر زي ما حكينا قبل شوي. فلازم الأهل يوعوا أطفالهم ويكونوا معهم في كل خطوة. يعني أنا واحدة من الناس كنت بتعرض للتنمر بشكل بسيط، ولولا أهلي كانوا معي ووقفوا معي وأنا صغيرة كان هسه أنا شخصية جدا ضعيفة.
كثير صغار ممكن يتعرضوا للتنمر، بس الأهل هي اللي بتحميهم أصلاً من التنمر. صح. على المدرسة بتحكي ليش ابني ما بحب يجي على المدرسة، أكيد في سبب. بتروح على المدرسة بتسأل، بتشوف الانفايرمنت اللي بيشتغل الطفل بدرس فيه، يعني بتحاول تحل المشكلة. صح؟ صح. أيوة دكتورة. هلا حس دكتورة، بحس إنه في ظاهرة بكليتنا، لما الطالب الشاطر يضله هيك يجاوب مع الدكتور ويكونوا هيك إنه بعض الناس بصير يضحكوا عليه، وبصير إنه هيك هذا نيرد وهذا ما أيوة هذا قطاعة وأبصر إيش. فيعني حتى هو بيكون، حتى لو بتحسي إنه إشي مش حلو يعني يصير هيك، يعني طلاب بين طلاب واعيين وفاهمين. يعني أنا أعطيك مثال، أنا بتذكر بدفعتي كان في طالب جدا 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 يعني شاطر، بس الفرق إنه هو، أنا مثلا كنت شاطرة كثير، كانوا يحكوا عني إنه هاي نيرد، دخلت معي على القاعة، دخلت معي ما بعرف إيش، بدي أسحب المادة عادي، أصير أضحك وأتخوت يعني إنه عادي إنه أنا عكس الأفرج. بس بالمقابل في طالب آخر كان من القسم الثاني، يعني مش من قسم الإلكترونيات، كان نفس الشيء من أوائل الدفعة. يعني بتخيل إنه ما كان له ولا صاحب ولا أي صديق خلال الدراسة، السبب إنه الكل كان يتنمر عليه إنه هذا شاطر، إنه إيه يعني تخويف، يتخوتوا عليه، هذا ما بيقبل يحط الكتاب على الأرض، هذا الكتاب عنده ثمين، هذا الكتاب. فهو كان كتير يتأثر بهذا الحكي، لدرجة إنه ما كان يصاحب ولا أي طالب، ما كان عنده أصدقاء. فيعني هي نوع من التنمر، حتى شاب بعمر وشاطر وذكي يبعد عن الناس. صح. طبعا هاي دكتورة من أسوأ أنواع التنمر، لأنه الإنسان حتى بيكون واعي، المفروض يفهم إنه هذا الإشي غلط، بس ما حدا بيشتغل هالإشي، بيكون خلاص ربيان على إنه أنا لازم أتنمر. صح. زي ما حكيتي دكتورة، للسوشيال ميديا كتير عم، يعني كتير عم بتشجع هاي الظاهرة بطريقة يعني غير طبيعية، طريقة مستفزة، وبطريقة الناس بتحول كل شيء ضحك بس، يعني إنه yes. مجرد حدا شاطر بده يتخوت عليه، مجرد حدا عمل إشي إنجاز بده يتخوت عليه، مجرد حدا بكون فرحان باختراع حتى لو اختراع بسيط، بتلاقي أكثر من حدا. الناس اللي عندها دائما نقص هي الناس اللي بتعمل كرييتنج، لا إنه حدا ناجح بتعمل عليه نقطة علي. صح دكتورة. حدا عنده أي سؤال من الطلاب؟ اللي بحب يناقش شباب احكوا معنا، موضوع جدا جدا حلو صراحة، ومهم مهم جدا جدا خاصة لفترتنا هاي. تمام؟ صح دكتورة. كملوا، عندكم إشي ولا إشي؟ لا دكتورة، دكتورة هيك إذا ما عندهم الطلاب أي سؤال. طبعا أعطيني إنديكيشن إنك إحنا بنعرف إنه الكونكلوجن إشي تمام؟ دكتورة صوتك مو واضح. هلا عندنا دكتوره، هلا الكونكلوجن بشكل عام انه احنا لازم ننتبه على احنا كيف نتصرف مع الناس، وانه دائما اهم شيء نفرق بين الكريتيسيزم النقد وبين البولينج اللي هو التنمر. هلا حكينا بهذا البرزنتيشنز اللي هو الاهميه تعريف التنمر، تاثيره، كيف نتجاوزه، وكيف ما نكون متنمرين. انا دائما بحكي لك بتوقع منك تعطيني سلايد يكون فيه كونكلوجن، يعني افهم انا انه انت هذا اخر سلايد لك اللي هو الاوتكمز. يس اوكي. شو يكون في عندك كونكلوجن؟ ايه شفتك رافعه اصبعك، ايه الاقضاء. دكتوره بدي احكي ايه، بس انه التنمر ممكن يوصل للانتحار. حكينا حكيتوها. اوكي سوري سوري ما سمعتها. نو بروبلم. لأن التنمر هو يعني عامل أساسي جداً في الانتحار. هلأ حكينا عنا 45,000 اللي هي 45 cases اللي هي كانوا سجلت الانتحار بسبب التنمر يا آية. طبعاً دكتورة الحالات اللي طبعاً تقريباً 75% من حالات الانتحار بتزبط، وفي منهم ما بتزبط معهم أول مرة برجعوا بعيدوها كم مرة عشان تزبط. صحيح. يعني واللي أصلاً ما بيطبق الانتحار مجرد انه يفكر فيه هي مشكله كثير كبيره. بالضبط، راح يترك اثار، راح يترك علامات، راح يضل عنده دائما خوف. صراحه موضوع جدا جيد لان يكون دكتوره. طبعا احنا كان بيمكن يعني كان بامكاننا نحط سلايدات كثير عن هذا الموضوع، بس محكومين بالوقت كنا يعني. تمام، بس انا بحكي لك في مواقع عندكم الفونت سايز كان صغير كثير، هاي الشغله لازم تنتبهوا لها. يعني انا بعطيكم ملاحظات على البرزنتيشن ان جنرال، في فونت اوكي الواقع كان صغير كثير، وفي عندك الكونكلوجن از ميسنج، لانه انا مثلا بدي اعرف مش متى انت بتخلصي، فهمتي؟ يعني بدي افهم انه هذا اخر سلايد لك، لازم يكون في سلايد كونكلوجن، فهمتي علي؟ الموضوع okay. جدا حلو، وانتم ما شاء الله عليكم متمكنات منه وامتعتوني. هلا انا بدي اعطيكم ملاحظه للكل، يعني التنمر بدك توعى انك انت فعلا مش اي مسحه، يعني
مش كل شيء ممكن ينحكى صح؟ يعني في ناس كثير بكل بتأثر على حياتهم وصحتهم، وبنفس الوقت في ناس لا أصلاً مربي على إنه شو ما حكى لها حدا إنه تكون واثقة من نفسها وما تتأثر، بس الآن إحنا بدنا نخاف على الجانب الآخر، الناس اللي ممكن عن جد تضعف يعني أمام التنمر وممكن يأثر عليها، يعني حاول قدر الإمكان انتبه للحكي، اسمع شو بتحكي، يعني هي قاعدة جداً مهمة، اسمع شو بتحكي للبشر تمام؟ لأنه الآن أي كلمة ممكن تأثر عليهم. عافية وعلى الوقت تماماً. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك دكتورة. حاولوا ضيفوا كونكلوجن مشان ما أقسم لكم علامات تمام؟ خلاص أوكي. أوكي أوكي دكتورة. رح نشوف أسماء بشايرة. أسماء موجودة معنا؟ موجودة دكتورة. أنا بدي كل مايك لأنه عادة أسماء. أوكي دكتور. أسماء معك شيرت. تمام. صباح الخير، سامعيني؟ اسمع سامعينك يس. شايفين ال شايفين السلايد يس. تمام اوكي. يعطيكم العافية. انا اسماء بشايرة، هندسة الكترونيات. اليوم راح نحكي لكم عن موضوع بسيط هيك تغيير جو، هو عن people habits and receiving newborns around the world، كيف الناس تستقبل مواليدها حول العالم. بس مش راضي يعمل عرض للبرزنتيشن كامل هيك مزبوط؟ عم تشوف السلايد كامل؟ يس عم نشوفه كامل. تمام اوكي. ايش دكتورة مش سامعتك؟ بدي اعمل فول سكرين بس هو اي ثينك هيك بيكون كويس. تمام هيك نبلش. How will you prepare to receive your child someday؟ كيف ممكن انك بتفكر انك تستقبل ابنك في يوم من الايام؟ How important is it to have a child؟ قديش مهم بالنسبه لك انه يكون عندك طفل؟ Do you want your meeting with your child to be an expectation for the first time؟ انت بتحب انه يكون لقائك الاول مع طفلك استثنائي؟ How important it will be for your memories together؟ قديش هذا الاشي مهم بالنسبة لذكرياتكم مع بعض؟ هاي الاسئلة هي اللي بتخطر على بال الناس لما يصير في عندهم طفل جديد على الطريق، يعني بصير بيفكروا يعني كيف هاي الأشياء بدي أعملها، قديش هو مهم هذا الطفل لحياتنا، قديش رح يكون اللقاء استثنائي وهاي الأشياء. طبعا هذا الموضوع كتير مهم من زمان، يعني عشان هيك since ancient time the reception of newborns has been very important. Grandparents and old people choose different and beautiful ways to receive newborns. And every time we perform this ritual in full details and joy, as if it were the first time. هلا من زمان احنا بنعرف انه اجدادنا والناس بيستقبلوا المواليد بطرق حلوة، ودائما نحتفل بهاي العادات، نستمتع بتفاصيلها كاملة كل مرة على إنها أساس أول مرة. Have you ever thought about knowing the habits of people in receiving their newborns؟ عمرك فكرت بكيف إنه الناس تستقبل مواليدها حول العالم؟ يعني There are many amazing ritual and strange custom of fathers and mothers upon receiving the babies. What a surprising and strange habits. كتير عادات مفاجئة وغريبة. Are you ready to be amazed? نبلش. أول عادة غريبة كانت عند اليابان.
umbilical cord packaging in wooden box. بحطوا الحبل السري في بوكس وبيحتفظوا فيه. Most of the parents at the first shave of the newborn, they keep a lock of hair. الناس بيحتفظوا بأول حلاقة للأطفال. And some keep the first shoes for the newborns. بيحتفظوا بأول حذاء للبيبي. As for Japanese mother, they take pride in keeping the umbilical cord. الأمهات اليابانيات عندهم قرار تاني إنهم يحتفظوا بالحبل السري للطفل. This custom started in ancient time when some women wanted to keep something special for a moment of birth. العادة بلشت من لما كانت في امرأة حابة تحتفظ بشيء مميز من لحظة الولادة. They believe in protecting childing from envy and evil spirits. بيعتقدوا إنه هذا الإشي بيحمي الأطفال من الأرواح الشريرة. In Japan, hospitals keep the umbilical cord in wooden boxes and gift it to mother when they leave the hospital. بالمستشفى حتى هذا الإشي يعني تقليد عامي عندهم إنهم بيحطوا الحبل السري في صندوق خشبي وبيقدموا للأم هدية بعد الولادة. صح، حتى عندهم عادة بس ما حبيت أحط حكي كتير بالسلايد إنهم بيحطوا الحبل السري مع دمية بتكون لابس الكيمونو اللي هو الثوب التقليدي لليابان وبيعطوه هدية للأم. Snows a child in the air في الدنمارك and Sweden. بالسويد والدنمارك بيحطوا البيبي في الهواء الطلق، بيعطوه غفوة هناك يعني عشان يحس بالجو. In Denmark and Sweden, babies sleep all day outside in the balcony or on the sidewalk. بيحطوا البيبي في البلكون أو في زاوية الطريق عشان يتنشق الهواء. While mothers and fathers go to shops or cafes to enjoy some free time. والأهل بروحوا على الكافي أو بروحوا يتسوقوا. طبعاً هذا الإشي مستحيل يصير عنا. The idea behind napes in the open air is that children who are exposed to fresh air, whether in summer or at the height of winter, are less likely to catch a cold. The Danish National Health Board also recommended this practice. هلا الفكر معك دكتورة. هل يعقل بتروح؟ هاي عادة عندهم مستمرة يعني، حتى إنه منظمة الصحة عندهم في الدنمارك بتوصي بهذا العمل يعني أو بهذه الطريقة، إنهم يعتقدوا إنه الفريش إير سواء بالصيف أو بالشتاء بخلي الطفل يتعرض لنزلات برد أقل. العكس، إحنا مستحيل أصلاً تفتح على وجهه يعني وهي. صح مزبوط، بس أنا لاحظت صراحة الأطفال مثلاً اللي بتعرضوا للهواء أكتر من هم صغار بس يكبروا ما بصير عندهم أمراض كتير يعني. بالضبط. لأنه إحنا متعودين على إنه لازم الطفل يلبس أواعي كتير وطبقات يعني يكون لابس، بس يطلع برا أو يتخفف عنه اللبس رح يصيبه مرض. بس هاي فكرة إنه نحطه بالشارع ونمشي نروح على الكافي أو على الكافي. بس هما متعودين عادات. Every newborn gets a maternity kit from the country. في فنلندا بيعطوهم صندوق. في فنلندا بيعطوهم صندوق هدية لكل مولود جديد. There is an English saying, every child comes with a loaf of bread under his arm. في قول إنجليزي بيحكي إنه كل طفل بيجي معه رغيف خبز under his arm. In the sense that the child comes and then provides a livelihood with him. While in Finland, babies
come with a box, يعني إنه الطفل بيجي وبيجي يعني إحنا زي ما بنحكي بيجي رزقه معه. ففي فنلندا بيجي هم box. 75 years ago in Finland, pregnant mother were given a gift box from the state. بيعطوهم الدولة من 75 سنة هذا التقليد في فنلندا إنه الأمهات بيعطوهم box هدية من الدولة. The box carries a set of clothes, bed lines, toys, and things that can be used as a bed. بيعطوهم أشياء بتخص المولود، ملابس وغطاءات وألعاب وهاي الأشياء. The mother has a choice between taking the box or requesting a cash grant, which is currently set as at 140 euros or $190. But 95% of mothers choose the box because it deserves much more. هم عندهم الأمهات خيارين إما ياخدوا البوكس أو إنه ياخدوا فانت بداله بقيمة 140 يورو أو 190 دولار. طبعاً 95% من الأمهات بيختاروا البوكس لأنه بيساوي أكتر. The beginning of this matter is due to the fact that the fund was intended for mothers with low incomes, and then it became available to all parents in 1949. هلا الفكرة كانت بالبداية إنهم يعطوا البوكسز للأمهات اللي ما اللي دخلهم منخفض أو اللي ما معهم مصاري يعني. بعدين صار تقليد عامي عند الدولة تعطيه لكل مولود جديد. حالياً إحنا عند جامايكا. The placenta and the umbilical cord are buried in the special location, and a tree is planted in that area. بيعملوا تقليد غريب، بياخذوا المشيمة والحبل السري وبدفنوا في منطقة في مكان وبزرعوا جنبه شجرة. هذا الإشي في جامايكا. Surely you have heard this quote several times. Every man should plant a tree, have a child, and write the book. كل عندهم تقليد عندهم مثل تقليدي بيحكي إنه كل رجل لازم يكون لازم يزرع شجرة ويكون عنده طفل ويكتب كتاب. According to the Jamaican tradition, في العادات الجامايكية. After the birth of mother, بعد ولادة الأم, the placenta and the umbilical cord are buried in a privately good place. يعني بحطوا بدفنوا في مكان خاص وبشجرة بزرعوها عند هذا المكان. ليش؟ The tree is an educational tool that teach the child to take responsibility in life. عشان يعلم الطفل المسؤولية في هو تقليد تعليمي بيتبعوه عشان يعلم الطفل المسؤولية بالحياة. It's indicated to show the child that this tree is the beginning of his life. يعني هاي الشجرة هي بداية حياته عشان من لما إجاه هم أخذوا المشيمة تاعته والحبل السري ودفنوها وزرعوا شجرة جنبها عشان يحكوا له إن هاي الشجرة هي بداية حياته. And that he has to take care of it. وهو لازم يعتني فيها. This tradition comes from the Jamaican expression which says the homeland is the place where the umbilical cord is buried. هذا التقليد إجا من مقولة عندهم إنه هو الوطن أو المكان المعتقد عندهم إنه الوطن هو المكان اللي اندفنت فيه الحبل اللي اندفن فيه الحبل السري. معي أنتو؟ معك سامعتك. The feet of children do not touch the ground because the newborns are holy greater of paradise. هذا التقليد في بالي. الأطفال ما بيلمسوا الأرض. أقدامهم ما بتلمس الأرض. بيعتقدوا إنهم كائنات مقدسة.
the free children طبعاً إحنا عنا أو كتير يعني من الأهالي ما بيعتبروا إنه الطفل بيلعب وكذا إلا لما يوصل الأرض ويصير يحبي ويمشي وهاي الأمور. عندهم تقليد مختلف. The feet of children do not touch the ground until they reach 210 days because the child is considered as scared, as sacred, being descended from heaven. بيعتقدوا أن الطفل مش لازم أقدامه تلمس الأرض لحتى يصير عمره 210 أيام لأنه الطفل نزل نزول مقدس من الجنة. When a child first touches the ground, لما الطفل تلمس أقدامه الأرض, it symbolizes his passing through the stage, إنه هو عبر الدرج أو عبر المحطة, and he has become a complete human being, وأصبح بشر بشكل كامل. Putting the money in the hands of the new baby to bring good luck and wealth. هذا التقليد في تريندد and توباغو, بيحطوا في إيدين البيبي مصاري عشان بيعتقدوا إنه هذا الإشي بيجذب له الحظ والغنى. When people visit newborn babies in Trinidad and Tobago, money is usually put in the child's hands to achieve prosperity and bring blessing, عشان بيعتقدوا هذا الإشي بيجلب له السعادة والازدهار والسرور. Parents do not receive عندهم تقليد تاني. Parents do not receive visitors who wish to congratulate the parents after 6 o'clock in the evening. ما بيستقبلوا الأهالي اللي عندهم بيبي جديد, ما بيستقبلوا زوار بعد الساعة 6 مساء. ليش؟ As people believe that the evening dew makes the child sick. بيعتقدوا إنه ندى المساء بيجعل الطفل مريض. في البرازيل, the mother prepares a souvenir for everyone who comes to visit the child. بتحضر الأم قطعة تذكارية صغيرة وبتهديها لكل حدا ممكن يزورها بالمستشفى أو بالبيت. هذا التقليد كمان موجود عندنا يعني. In Brazil, a pregnant mother prepares a basket of souvenirs, which is given to everyone who will come to the hospital when the baby is born. تعطي لأي حدا ممكن يزورها على المستشفى لما الطفل ينولد. The gift is usually as small as, يعني هي قطع صغيرة بتكون, candy, fridge magnet, small notebook, perfume bags, or even small bottle of perfume. بتكون الهدية عبارة عن حلوى أو مغناطيس للثلاجة أو نوت بوك صغير أو قطع أو perfume bags اللي هي العطور, أكياس العطور أو زجاجات صغيرة من العطر. العادة عندنا هلا طيلة وقت دقيقة هي تمام. هلا في ماليزيا احكيها بسرعه انه عندهم الام بعد 44 يوم من الولاده اللي هي فتره النفاس, بعديها بيعملوا لها مساج بالهوت ستون عشان ينظفوا القشور والرحم والهول بودي. اوكي بحكي after the mother gives birth to her baby or during the postpartum period, which is approximately 44 days, which aims to perceive preserve the health and femininity of the mother. هلا بعد فترة النفاس أو الولادة هي 44 يوم, وحفاظا على صحة الأم وأنوثتها يعني. Then the mother receives a hot stone massage to cleanse the uterus and exfoliate the entire body to treat freshness, softness and skin color after the postpartum change. عشان يحافظوا على صحة الأم بيصير بيعملوا لها hot stone massage
عشان ينظفوا الرحم ويعملوا تقشير لكامل البدي عشان يحافظوا على صحتها وجمالها والجلد بعد فترة الولادة وبعد تغيرات الولادة والنفاس. After birth, mothers are not allowed to lift heavy objects or do anything except breastfeeding and caring for the baby. بعد الولادة الأم مش مسموح لها تشيل أشياء ثقيلة أو تعمل anything أو أي شيء في البيت باستثناء طعام الطفل والاهتمام فيه. ايش وقف؟ سمعتني دكتورة؟ لأنه مش راضي يمشي هيك. تمام؟ ارجع البرزنتيشن. تمام هيك شايفين؟ تمام. هو ضل الإشي الأخير هو as for Islam. As for Islam, there is seven sunnahs related to the newborn, and each of them has wisdom and benefit, which are. هلا بنحكيهم واحدة واحدة. عندنا بالإسلام سبع تقاليد أو سبع سنن نتبعها لما يصير لما يجي بيبي جديد. كلها لها فوائد وحكم. In the first day, باليوم الأول للطفل. The call to prayer in the right ear. بأذنه بالأذن اليمنى النداء الصلاة اللي هو الأذان. Praying for the newborn. بيصلوا أو بدعوا مشان الطفل. The dates are chewed to him from one of the writers or from the mother. اسمها التحنيك، بس ما لقيت كلمة تعني التحنيك. هي إنه الطفل حدا من الصالحين أو من الأشخاص الأتقياء بمضغ تمرة في تمه أو الأم وبيحطها في تم الطفل، يعني عشان يصير شخص مثل الشخص اللي حنقه. أو إنه الطفل لما ينحط في تمه التمر بصير عنده قدرة على إنه يتحسس الأشياء أكتر، والاعتقاد هو صحيح يعني، بس إن الناس مش كتير بتتبعه. الطفل بصير عنده قدرة على إنه يتحكم في حاله يعني أكتر. ما بعرف القصة يعني. ما بعرف انه حدا بعملها. بعملوها؟ احنا بنعملها. بتمرق وبتحطها بتم الطفل، ما بيأثر عليه لا ما بيأثر عليه. هو بتكون يعني هو مش ما تحطيها كاملة، هي بتنحط يعني جزء منها، مش كقطعة، هي كإشي ممضوغ يعني تحكي انه العسل تاع التمر اللي بيطلع منه. هي سنة متبعة بس مش كل الناس تعرفها. On the 7th or 14th day and so on. في اليوم السابع أو يوم الأربعة عشر أو الواحد وعشرين وهكذا. Shaving the child's head. بيحلق شعر المولود male or female الذكر أو الأنثى. And giving alms which equals the weight of the hair in silver. بيعطوا صدقات بتساوي وزن هذا الشعر بالفضة وبيعطوها للفقراء. التقليد الخامس هو عقيقة. أكيد تعرف العقيقة، which is the slaughter of two sheep for the male child and one sheep for the female child. للذكر خروفين يعني، والأنثى خروف واحد. Choosing a good name for the newborn and it may be called from the first day. لازم نختار اسم جميل للطفل، وهذا هاي من السنة، والرسول أوصى بالموضوع إنه نختار له اسم جميل وحلو. And it may called from the first day. ممكن إنه يسموه من. أسماء.
هلو اسماء بطلنا نسمع. هلو هلو انا بسمو قبل. هلو دكتورة هي ما في يمكن الانترنت عندي فصل. انت ضل عندك كم سلايد؟ لا خلصت. خلصت يعني هذا كان اخر سلايد. هذا كان اخر سلايد. تمام. موضوع بصراحة جدا حلو واستغربت شوي من اشياء كتير يعني خاصة المايكا اللي بالحبل السري او بالتعانبتة او اشي زي هيك يعني فكرة غريبة جدا بالنسبة لي. بس حلوة. لا الأفكار حلوة بصراحة وبالنسبة للإسلام حتى على مستوى الدول اللي فيها مسلمين يعني بيختلف كمان الدولة يعني. وإحنا عندنا صح البرازيليان صح إن إحنا بنجهز للناس اللي بتيجي مثلاً نعطيها ذكرى إشي ماجنت فريج صح شغلات موجودة عندنا في تشابه. في تشابه بس أنت كتبت ديتيلز كثيرة يعني صح يمكن طبيعة الموضوع طبيعة الموضوع حاولت أختصر كثير صراحة بس في أشياء ما قدرت أختصرها يعني أحكي لك كيف بالصور يعني تعطي صور وبس تحكي عنها مش داعي تكتبي كلمات مش داعي تكتبي. صح مزبوط بس أنا حبيت يعني إنه في مثلا في أشياء كانت لازم تنحكى يعني في كتير مثلا هم أشياء كيف بيعتقدوا إنه الإشي كذا فإنه لازم تحكي الإشي بالضبط شو هم عندهم يعني. لا كمان بدي شوي تعليق على الفونت كلر بزيادة حسيت شوي يعني مزعج للعين أنا ما بعرف عن الباقي بس الألوان يعني نحاول شوي نتفاداها لما نعمل presentation يعني أقرأ هو بس شوي بيأثر على العين. موضوع حلو باي إيميل إذا حدا عنده أي سؤال يسأل تمام عامل سيرش على الموضوع